الحمد لله الذي قدرنا في سابق علمه بالفضل والإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الإنسان وزين بجواهر الجمعات لقاب الشهور والآوان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الإنسان رب العالمين الذي ربنا في الدنيا بنعيم الألوان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الإنسان الرحمن الرحيم في القبور والديوان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الإنسان مالك يوم الدين في حكم بالعدل والبرهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الإنسان إياك نعبد حق العبودية في كل حين وآن فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الإنسان وإياك نستعين على جميع الأعداء من الإنس والشيطان من الجن والإنس والشيطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الإنسان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الإنسان صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الإنسان غير المغضوب عليهم من أهل الكفر والشرك والطغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الإنسان ولا الضالين من أهل الأهواء والبدعة والعصيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الإنسان آمين إجابة لله تعالى ولرسوله شوقا إلى لقاء الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الإنسان ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة كاملة موصلة إلى الجنة والرضوان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الإنسان ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه إلى آخر الزمان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الإنسان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالكم بر الرؤوف الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى سيدات الطاهرات الأربعات بنات النبي الأمي صلى الله عليه وسلم اللهم صل كذلك على جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل كذلك على جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك النصارى والمشركين، اللهم اهلك اليهود والنهود. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، ان الله يامركم بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.